يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ ليسوا من الكفار وإنما هم من أهل البدع، فهل هم من فرق الضلال الهالكة كما جاء في حديث الافتراق؟ أنا ما أذكر أني قلت هذا القول، لكن معناه صحيح أنهم هم كفار إن شاء الله، لكن عندهم مخالفات لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، عندهم مخالفات، الواجب عليهم أنهم يصححون خطاهم ويكونون على المنهج الصحيح في منهج الدعوة ويدعون إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذا هو الواجب. لكن ما سمعناهم ينهون عن الشرك ولا سمعناهم يدعون إلى التوحيد، وهذا نقص عظيم، والدعوة ما تكون صحيحة على هذا المنهج. نعم.